مشاهدينا، رجعنا لكم من جديد بعد الحديث عن المرأة وخصوصية المرأة في فلسطين كمان، والكلمات الجميلة اللي حدثنا فيها زملائنا بعد زيارتهم لفلسطين. بذكر شافكي وأنا حاولت أنه ألقط فلسطين من جديد بعيونكم في زيارتكم لفلسطين. شافكي وحازم، وإن شاء الله أحمد تنضم لنا في رحلة قادمة لفلسطين، خلوني أعيد النظر في شعبي وفي بلدي وفي وطني، لأنه من أسوأ إشي ممكن يحدث للإنسان إنه يعتاد المشهد. شفت من جديد أرضي بعيونكم لما شافكي حكت جملة أنا لا يمكن أنساها، إنه أنا رحت لقيت شعب حر ولقيت المحتل ده واقع في سجن هذا الشعب، إنه هو متبع له على الدعسة، متبع له أحلامه ومتبع له أفكاره وابتسامته، فهو اللي علقان في هذا الشعب. وحازم لما حكى عن فلسطين بعيدة عن الاحتلال، فلسطين بشعبها، بتطورها، ببنائها، بجامعاتها، فشكراً لكم للصورة الجميلة اللي نقلتوها عن بلدي من بيت لحم، من رام الله، صحيح. من نابلس. يعني احنا كنا لما نحكي عن زيارة فلسطين والمحافظات الفلسطينية في البداية، يمكن دائماً بحكي كان أنا شافكي وأحمد عن العلاقة المميزة الأخوية ما بين الأردن وفلسطين، ما بين مصر وفلسطين، ما بين العراق وفلسطين، وخصوصية هذه العلاقة، وزي ما حكينا العلاقة زي ما حكينا في بداية البرنامج. لكن أيضا هناك قصص نجاح، بصمات للرجال، للسيدات، للشباب الفلسطيني وبكل القطاعات، فهذا شيء شفناه على أرض الواقع، وتابعنا أيضا جهد كبير يبذل على الأرض أيضا من أجل المزيد من التنمية، من أجل من المزيد من الخدمات التي تقدم للشعب الفلسطيني في فلسطين. أنا بقى يعني حكايتي مع فلسطين حكاية كده كلها حب بجد، يعني من أول ما دخلنا أريحة وأنا بدأت أغني فيروز، لأنه الواحد تربى على القضية الفلسطينية، وبدأت كده أغنيها ومنفصلة في الأتوبيس عن الناس، وأنا بأشاهد المكان اللي تربيت طول عمري، وأنا أكتب موضوع تعبير عن القضية الفلسطينية. حد ما دخلنا رام الله أنا طول الوقت منبهرة، يعني أنا لفيت العالم الغربي كله وأمريكا، فحسيت بلد جميلة وشعب جميل، شعب هادئ رغم كل الفدائية والثورة اللي موجودة في القلوب، شعب جميل. أنا ما بنساش كمان حازم كمية الترحيب، كمية الود، كمية المشاعر، وكمان لقاء الرئيس العظيم محمود عباس، لقاء مع البرنامج كان لقاء ود لبرنامج موجود على شاشاتنا الإعلامية المختلفة، وكمان برنامج فيه ود لأننا زرنا فلسطين. فأنا فاكرة أنه اللقاء ده حقيقة كان لقاء جميل يعني وعظيم. قالوا أنه من الممكن أن تخسر فلسطين قدمها، لكن بزيارتكم وفي بيت للكل عرفنا أن لفلسطين ملايين الأقدام التي تسير بها نحو الحرية كده والأمان. يعني مش شوقنا أحمد، نحن عزبناك، شوقتوني على مشاهد عظيمة في فلسطين. بصراحة البلدان اللي تعاني مثلا، ماكو بلد عانى مثل فلسطين، تربينا من إحنا أطفال نعرف أكو معاناة شعب يقاوم ويصارع الحياة من أجل البقاء في ظل ظروف وجود عدو غاشم يفرض سيطرته بالبطش والعداء والقتل والتهجير والترويع، لكن هذا الشعب القوي من رحم المعاناة يخرج المبدعين على كل صعيد الثقافية والفنية والرياضية والإبداعية. خير سفير كانت في برنامج بيت للكل ياسمين سفيرة لبلدها بكل الجمل اللي تحملها، تحمل معاناة وعمق الشعب الفلسطيني، هذا البلد اللي حتى القرآن الكريم في مخاطبته قال للرسول صلى الله عليه وآله، قال بأن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه الأرض المباركة من الله سبحانه وتعالى، لازم يجي يوم وتنتصر، لازم يجي يوم وأبنائها يحرروها بسواعدهم ويحرروها من المحتل وتعود فلسطين الحرة العربية. بما أنه تشوقتوني خلونا نتابع رحلتكم إلى فلسطين وبعدها نكون متواصلين. هنا تسكن الروح والقدس على مرمى حجر، هنا البداية والنهاية والقصيدة والوتر، وهنا بلاد الله فلسطين، المواسم والحكايات المعمدة بالصبر والصلاة. فلسطين موجودة في النبض العربي، موجودة في القلوب، فلسطين الأحرار،
فلسطين الأقصى. من ساحة كنيسة المهد الأقدم في العالم التي حوصرت لكنها بقيت صامدة صابرة، وصوت عيسى عليه السلام نبي الله وكلمته الذي منذ ميلاده ولازلنا نعيش ملحمة التحدي والأمل، مستنيرين بإيمانه، مستنيرين بصبره على النوائب، مستنيرين بإعلائه لكلمة السلام ومقولته كنهج إنساني لا خيار ثان بعده. من فلسطين، من بيت للكل، لازلنا أوفياء للكلمة والمعنى والوحدة والسلام. جسور العلاقة الفلسطينية العربية مرتبطة بالدين، العرب بمسلميهم ومسيحييهم مرتبطين بفلسطين، العرب بتاريخهم مرتبط بفلسطين، من أبونا إبراهيم الخليل إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالإسراء والمعراج، عبوراً بسيدنا المسيح عليه السلام ببيت لحم. بالبعد الديني، بالجسر الديني بيننا وبين العرب فلسطين حاضرة، بالبعد الجغرافي بيننا وبين العرب فلسطين حاضرة، بالبعد التاريخي فلسطين حاضرة. الوجدان العربي حي، الوجدان العربي غاضب من أجل فلسطين، والوجدان العربي سيبقى حي ويحمل فلسطين على أكفه، لأن هذه قضية العرب المركزي. الوجدان العربي يستقر عندما يستقر الحال بفلسطين، سنبقى مستفزين مستنفزين إلى أن يستقر هذا الحال، تعيش فلسطين حرة عربية تكمل دائرة الحال العربي الكل.